غير شويه بس نبدا ناخد اسئله. يلا بينا. يلا بينا نبدا بالاسئله. يلا استاذ احمد صلاح، تحياتي لسبب وجود اعلام رياضه ورائده في مصر كابتن شوبير ودرع الاهلي فارس واسامه. هل هنشوفكم في الدوحه ان شاء الله؟ توقعاتكم في ماتش التحدي لو كسبنا ان شاء الله نعمل ايه مع الريال؟ اسامه. يعني انا طبعا بشكره. مشكوره طبعا. نعم. ومباراه صعبه جدا مباراه التحدي، لكن عندنا ثقه كبيره جدا واللعيبه مصدقه والجهاز الفني مصدق واحنا مصدقين. اللعيبه مصدقين. حلوه دي قوي. وباذن الله ان شاء الله نصل الى المباراه النهائيه ونواجه ريال مدريد. يعني ايه اللعيبه مصدقه؟ اللعيبه مصدقه يعني بتجارب كتير جدا قدام بالميراس ومنتري وفرق كتير جدا، شافوا ان عندهم القدره وان النادي الاهلي في هذه الرهانات لا تقدر تراهن عليه وانت مطمن ان شاء الله يكون قدها. وبرده بناكد عشان الناس اللي بتتعب نفسيا، البطوله دي المباراه دي ببطوله. يعني ده المباراه دي ايوه يا كابتن انا عايز حضرتك ماسك قلبك، امال هم هيعملوا ايه؟ امال هم هيعملوا ايه؟ برضه ببطوله. ده المفاجاه ان الامريكتين بطل امريكا وامريكا الاثنين برضه بيلعبوا يوم 11 على بطوله، بس هم مش واخدين بال. والله ده احنا هنبقى بطل الخمس كرات ان شاء الله. ربنا يكرمهم ان احنا نكسب ان شاء الله عز وجل باذن الله. وانا قلت ان في ناس يعني لها طريقتها ولها اسلوبها. احنا في طريقنا احنا في سكتنا اللي بعده. يلا. هل هنا بريده هيعدل الميله؟ ده احمد السعداني فارس واسامه كابتن شوبير، اتمنى الاجابه من حضراتكم. انا هنا ما بجاوبش. مين اللي جاوب السؤال الاولاني؟ اتفضل. طيب هو احنا نامل ان الكابتن هنا بريده، لان كابتن هنا بريده مش انا اللي هتكلم عن خبراته الاداريه تحديدا في الفيفا، ولكن نامل ان تجربته في الاتحاد المصري لكره القدم تكون مختلفه عن تجربته في 2019. طيب احنا هنروح للانتخابات ولا حضرتك نكتفي بالاجابه في السؤال ده؟ لا 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 بس جاوب. في كلام. طبعا عنده القدره. يقدر طبعا يقدر لو اراد، وهنشرح بعد كده ازاي لو اراد. انا هكتب اهو يقدر لو اراد. لو اراد طبعا. ماشي. وده طبعا هنجيله في وقته، ولكن طبعا يقدر الاتحاد الجديد يقدر يعدل الميله. طبعا يقدر يعدل الميله اللي بعده. تحياتي لكابتن شوبير وفارس واسامه، سؤالي لحد امتى هنفضل كاعلام وسوشيال ميديا الاهلي في خندق الدفاع ضد هجمات غير منطقيه من مشجعي ومسؤولي بعض الفرق الاخرى رغم ما فيهم من مساوئ وخطايا تفوق الحد؟ اخيرا في رايي لا يوجد من هو احق من مصطفى شوبير بجائزه افضل لاعب داخل القاره. كابتن مصطفى شوبير صندوقين حاجه ساقعه يا ابني على طول، ما تضيعش وقت. خلي السؤال بس عشان نعرف نجاوب عليه. تمام. واحده واحده وحته حته. طيب هل فعلا اعلام النادي الاهلي وسوشيال ميديا النادي الاهلي في خندق الدفاع دائما؟ كان طبعا كان حقيقي. نعم. في وقت كتير جدا. نعم. كنا بنتبنى يعني ميكانيزم كده دفاعي، وكنا اكتر بنميل لفكره الردود على المغالطات. نعم. ولكن اعتقد اختلف المنهج ده مؤخرا، ويمكن ده مضايق البعض وعامل ازمه للبعض ومسبب الام للبعض. ان اعلام النادي الاهلي بيواجه وبيتكلم دايما في اخطاء المنافسين، وده لا يعيبه ابدا، لان اي منافسه اسمها منافس. نعم. انت استفادتك هو شكل عكسي، انا بتضرر لو انت خدت حاجه مش من صالحك، فطبيعي اكشف ده واواجه ده. الفكره تتعلق بالاسلوب والضوابط اللي دايما بنراعيها، ولكن اعلام النادي الاهلي صار اكثر شراسه واكثر جراوه. هل اعلام النادي الاهلي بيعتمد على اللجان زي ما البعض بيقول؟ لا لا خالص. هو انتوا لجان؟ سألتكم السؤال ده اول حلقه قبل اول حلقه. برجع اساله تاني. اصل ما ينفعش، انت راجل اعلامي موجود على شاشه لمده 5 سنين بتقدم برنامج من انجح البرامج الرياضيه، فاي حد عنده مشكله ان هو مش قادر يجاريك او يرد عليك الحجه بالحجه والمنطق بالمنطق فيستسهل ويتهمك فقط لا غير. لكن في النهايه انت في قناه تمثل سياسه هذه القناه. تتبع نادي تمثل سياسه النادي. طيب هل انا في ارائي اللي انا بقولها بكون غير موضوعي او غير منطقي؟ على الاطلاق من وجهه نظر. طب لو انت عندك منطق او موضوع تقدر تجاريني بيه تعالى. لكن الفكره هنا وارجع لسؤال محمود، لان سؤال مهم جدا. افضل محمود جمال. افضل شيء وانت بتتكلم ان انت يكون عندك قوه بالفعل. قوه وتناول بلا تطاول بلا تجاوز. عشان كده انت تلعب في منتصف الملعب الهجومي افضل بكتير من انت طول الوقت تفضل في ملعبك وتلعب في نصف ملعبك. ربنا يكرمك يا مصطفى تاخد احسن لعيب في الفريق ان شاء الله. يستحقها الحقيقه ان شاء الله. الاحسن ايه بقى؟ الوالد عنده عاملاها ايه دلوقتي؟ انا كل ما مصطفى ياخد جايزه انا بحس انها كانت هي اللي واخده، هي اللي كانت بتصد. هي اللي خلاص بقول لها انت متالقه دلوقتي. ربنا يكرم ولادنا جميعا يا رب. انا عرفت كده اجابه السؤال اللي انا كنت سالته لها، وقالت شوبير. لما قلت لها مين افضل حارس في النادي الاهلي بالنسبه لك؟ قالت لي شوبير. فقلت لها مصطفى ولا كابتن احمد؟ تعالى يا عم عليا. اقسم بالله لما تيجي مثلا بنبقى قاعدين بقى جلسه سريه بتاع الناس، فيقولوا لها طب بصي بقى
مصطفى ولا شوبير؟ قلت لهم ايش جاب لي جاب؟ خلاص يا كابتن. انا فكرتها بتتكلم عليا. لا انت فاهم غلط. فبقول لها متشكرين. قالت لي لا ايش جاب لي جاب؟ ايه اللي جابك لمصطفى؟ هو تقريبا الكل فاهم الرساله الا حضرتك من العشم. انا ايه؟ قلت يا رب نفسك تاخد مساحه كده يا كابتن شوبير. يعني والله انا منعا يعني الحرج اكيد مش عايز اطول في الحته دي، بس عايز اقول حاجه بصراحه. يعني كان لها مشهد وهي بتصور الفيديو كده في الحفله، وهي بقى مش مهتمه بمين حواليها، هي فين، هي فرحانه بابنها. مصطفى قال جمله مهمه جدا ان هو مشروعكم. طبعا فانا مشروعها الاساسي. وقال ده قال ده. فاعتقد ان هو، انا بس اتمنى ان هو يحافظ على ثبات الشخصيه ده، لان انا في رايي ان مكونات تالق مصطفى شوبير الاساسيه الشخصيه قبل اي حاجه. يا رب ان شاء الله ناخد اللي بعده يا كابتن ان شاء الله. يا رب لا وتخطى، لان هو واخد بالاسباب التكنولوجي والعلم الحديث كل حاجه. دي زينب. الاستاذ زينب. السيد. زينب السيد. يا استاذه زينب، مساء الفل كابتن شوبير وفارس الكلمه واسامه السهم الحارق. ايه رايك في عوده الحرس القديم للجبليه اسامه؟ انا بتحفظ على الحرق دي بس بشكرها يعني، لكن انا قلت اتمنى من الاستاذ هاني بريدة ان هو يرجع بسياسه مختلفه تماما، يرجع بخبرات الاداري اللي احنا بنفخر بيه وجوده في الفيفا. نعم. ودوره مع في الكاف، نتمنى ذلك. وان شاء الله هو قادر زي ما قال فارس كده، بس يكون عنده الرغبه لده. طيب ناخد كمان رساله ونرجع بقى، لانه كلمه فارس لو اراد دي لازم اقف قدامها شويه. كابتن شوبير، السلام عليكم كابتن شوبير، ده الحاج ابراهيم. وخط الهجوم الاهلاوي فارس واسامه. ايوه كده خط الهجوم. شوف. حلو. سؤالي ايه سبب كسره كابتن حضرتك في حراسه المرمى فدايما احنا ماشي. ايه سبب كسره اصابه لاعبي الشباب اصابه الرباط الصليبي؟ اخيرا مبروك لحارس مصر في المستقبل اوفا حصوله على احسن حارس في مصر، وقبل حصوله على احسن حارس في افريقيا. بشكرك شكرا جزيلا. فارس، مش هتنزل حاجه صح؟ يعني انت نزلت المحمود ومش هتنزل الحاج ابراهيم؟ لا. طيب خلاص. لا محمود كان يعني متوسط شويه. كان عايزه في افريقيا. الكشك قفل. انا كده هصرف على مصطفى كتير. كلهم على دماغنا. كلهم على دماغنا. طيب الاصابات لامير تاو يعني لسه راجع، واحد عمل فيه كده جاله رباط صليبي. لا هو في جزء برضه انا متفق فيه، جوده الملاعب. هي عامل في كل الدراسات. صحيح. لعوامل الاصابه. جوده الملاعب المصريه محتاجه تحسن. انا كابتن كنت زعلان جدا وانا بشوف استاد المقاولين العرب. نعم. حالته مش ده استاد المقاولين العرب؟ الملاعب اللي لسه او المدرجات اللي لسه ما دخلتش اختلفت خالص، نوعيه المدرجات دي اختلفت خالص دلوقتي. استاد القاهره طبعا هو تحفة وأنا بكون سعيد بيه، لأن فعلا استاد القاهرة رائع. ولكن فكرة الصيانات طبعا أكيد هم بيحاولوا يحافظوا عليه، ولكن في رأيي الملاعب المصرية خمس فرق بتلعب على استاد القاهرة تقوم بجودة معينة تحافظ على اللعيبة من معدلات الإصابات. طيب أنا الحقيقة قلت قبل كده وهقول تاني، استاد القاهرة خمس أندية بتلعب عليه. ليه؟ حمل ما يتحملوش أي ملعب في العالم غير المنتخب. نمرة واحد. نمرة اتنين، عندي استاد يا جماعة اعرضوا لي لقطات منه، استاد مصر المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية. طبعا. أنا عارف أنت عايز تعمله مشروع استثماري، بس أنت قافله. إحنا لعبنا، قولوا لي ماتش كرواتيا ومصر كان إمتى، ونيوزيلندا ومصر كان إمتى، والمنظر البديع اللي كان موجود. أنا رحت الماتشات دي. أنا كنت جميل. بقى أنا كنت عامل استوديو تحليلي لمصر وكرواتيا، ده آخر استوديو تحليلي عملته. سجادة مش ملعب. مش ممكن، والجمهور والمدرجات والنظام والدخول والباركينج والجراشات، ما في حاجه. وبعدين دي مدينه رياضيه متكامله. تخطيط صح. امتى يعني انا هجيب شركه استثماريه، شركه اجنبيه افضل قافله؟ ما ينفعش. حاجه اخيره، استاد هيئه قناه السويس، اصل انا الاستاد ده كلهم اصحابي هناك، فدعوني انا اول واحد عملت حلقه من الاستاد مصر العاصمه الاداريه ومن استاد هيئه قناه السويس. حاجه فله. تصدق انه لحد دلوقتي اتلعب عليه 3 4 ماتشات منتخبات ناشئين، واحنا للاسف ما استغلناش فكره 2010 تنظيم لكاس العالم وفشلنا فيها. ما عرفناش نبني على ده، مع ان كان لازم نبني على الملاعب ونبدا نروح لحته مختلفه. الراجل ده كانوا عاملين في 2010 استاد دمنهور على الطريق السريع. كم سؤال من السوشيال ميديا. يلا عايز اسالك يا اسامه، هو اللي بيقوله اهو مش انا. كابتن شوبير، علي معلول كان في حفل دير جيست ولم يتصور مع لعيب الاهلي ولم تعرض صورته على قناه الاهلي، وده قلقني. هل معلول خلاص هيمشي ولا هو زعلان؟ يا ريت يا اسامه اسمع الاجابه في برنامج حارس الاهلي. دي عاشقه الكيان. لا هاتوا لنا
صور علي معلول من الحفل بالظبط، وهاتوا لنا وهو بيستلم الجائزه، وهاتوا لنا وهو بيتكلم، وهاتوا لنا وهو واقف مع وكمان عمال. لما كان بيسلم كله. على الاستاذ طارق قنديل والدكتور محمد شوقي ازاي قام ولما شاف علي معلول الاهتمام اللي حصل مع لعيبه النادي الاهلي، شفنا اللقطه دي. لا لا كان مرحب جدا بعلي معلول، احد اساطير النادي الاهلي، والنادي الاهلي يقدر جدا علي معلول كاحد ابنائه، ده مهم جدا. علي معلول ابن من ابناء الاهلي. اقول لك خبر، اتفضل. ده ايه اللي على الشاشه ده؟ ده علي معلول. انا عايز الاهم من ده دلوقتي، عايز الحفله. ما هم بيعرضوا اهداف الحفله، ما هي الحفله. صح. طب ما تعلي لنا الصوت بقى. هو واقف، بس احنا كنا عايزين وهو بيسلم على ال، ما هنجيبه. لا هنا اهو، ده اهو علي اهو بيسلم جايزته. انا كنت قبلها مسلم عليه. ما انا بنقول قبل يستلم الجايزه كان بيسلم على. هقول لكم خبر، اتفضل يا كابتن. انه بعد تصريح الكابتن محمد رمضان عندي والذي اغضب علي معلول، ايوه كابتن محمد رمضان راح لعلي معلول واجتمع مع علي معلول وضح له الصوره تماما وفهمه الموقف تماما، ولما سالت الكابتن محمد رمضان قال ده دوري، ان انا لو في حاجه مغلوطه عند حد اي حد من الفريق لازم اوضحها له، فبالك انه لعيب بقيمه علي معلول، وبالتالي انا رحت وانا اتكلمت مع علي معلول وانا اوضحت الامر بوضوح لعلي معلول، قلت له كان مرضي، قال لي الدنيا كانت تمام التمام. اول مره حد يسمع الكلام ده. طبعا مش كده؟ ومهم عشان كده ده تاكيد للي انا بقوله، ان الاهلي بيقدر ابنائه بشكل كبير جدا، وعلي معلول ابن من ابناء الاهلي محترف قدر يصل لمكانه كابتن، ربما قليلين في تاريخ النادي الاهلي من المحترفين اللي وصلوا ليها، وارتباط الجماهير بيهم. مش عيب ان يكون يا رب الكاميرا بس تفضل مع علي لحد ما هيقعد برضه، وقاعد مع وسط زملائه لعيبه النادي وحسين الاهلي. مش عيب يا كابتن ان يكون في نجوم في النادي الاهلي ورموز في النادي الاهلي ولاعيبه حققت ارقام اسطوريه، وهو اعلى محترف في تاريخ النادي الاهلي حقق ارقام كمساهمه في الاهداف طبعا وعلى مدار السنوات دي، مش عيب ان انت تاخد امتياز اكبر. مش امتياز اكبر مادي، لا، امتياز اكبر في التقدير المعنوي، ان كابتن محمد رمضان بتاريخه يكون حريص ان هو يوضح لك ويصالحك ويوصلك أول الرساله. اول مره حد بيقول هذا الكلام، ده مهم جدا يا كابتن. وعلى فكره علي معلول يستحق، وسيظل تاريخ علي معلول مع النادي الاهلي استثنائي. لقطات الاخلاص يا كابتن في مشوار علي معلول مع النادي الاهلي كبيره جدا من اول الاختيار، من الاصابه بالزبط. من الاصابه، ده في نهائي افريقيا كانت رجله في الملعب. ناخد كمان اسئله. مصطفى زكي، مصطفى ده حبيبي خلي بالك يعني. تحيه طيبه لحارس الاهلي وقلبي الدفاع الاهلي، رجعك مدافعين تاني اللي مش كنت بقول من شويه. انا بقى رامي ربيعه بيسجل والله يا كابتن، عشان احنا قدامك على طول. رامي ربيعه ومنعم بيسجلوا. سؤالي اضمن منين الخبير التحكيم الاجنبي اللي جاي ما يتوجهش برضه؟ يعني ما هي الوجوه اللي بتحكم اسامه. لا احنا اتكلمنا يا كابتن في كلينا دلوقتي، واتكلمنا في رغبه المهندس هاني ابو ريده، واتكلمنا في اننا محتاجين كابتن ياسر عبد الرؤوف يقدم شكل مختلف، واتكلمنا ان لجنه التحكيم القديمه كانت لابد ان ترحل وبالفعل رحلت، فان شاء الله. وبعدين اكيد في تقييم. طيب اللي بعد، هل هنشوف موسم احتواء السنه دي ولا الاهلي مصحصح؟ ده خالد محمود. الاهلي مصحصح، واهم حاجه من ده ان يكون في خبير تحكيم اجنبي، لان انا بشوف ان خبراء التحكيم الاجانب اللي قبل كده ما فشلوش، انما تم افشالهم. طيب شفت ازاي خساره منتخب مصر قدام المغرب 5-1؟ جزء من اللي احنا بنقوله ان لازم اتحاد كوره جديد. انا بشوف ان نهايات اتحاد الكوره الحالي تليق بمسيرته على مستوى كل شيء، يعني وكأن ده انت رزق. لا لا ده حقيقه، وكأن مشهد النهايه. لازم نختم الحلقه برزاله والله يا كابتن. مشهد النهايه وكأنه مكتوب على مستوى ازمات التحكيم، على مستوى ازمات لجان المسابقات ولجان الانضباط، على مستوى الخساره المدويه امام المغرب، وكأن اصبحت عقدتنا المغرب والسنغال مع هذا الاتحاد. فده ختام يليق باتحاد الكره المصري الحالي. الاهلي افرط في الاحتفال بتاع 6-0 الاول سداسيه في تاريخ الديربي. لا لا عادي، انت بتوثق تاريخ، انت بتوثق تاريخ، وده حقك تماما. مين السون اللي كان ورا الموضوع، انت ولا مين؟ لا 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 انت بتوثق تاريخ، ده حقك. اول سداسيه في تاريخ الاهلي والزمالك كانت لصالح النادي الاهلي، سداسيتين لنادي الزمالك، لكن تظل السداسيه الاشهر والاكبر والاكثر تاثيرا هي سداسيه 6-1. لكن انا كابتن اسمح لي اكمل بس على كلام فارس، لان فكرني بنقطه مهمه جدا. فضل. احنا واحنا بنقفل صفحه الاتحاد القديم لازم نبقى واضحين وشايفين ان كان بعض اعضاء الاتحاد كان لهم تصريحات غير مسؤوله بالمره على الاطلاق، كان اخرهم دكتور ايهاب الكومي،
لما يطلع ويتهم لاعب في النادي الاهلي ايا كان هو مين اسمه، وكمان يكون لاعب من ابرز لاعبي خط الوسط في كره افريقيا ان هو بيدعي الاصابه للهروب من المنتخب، ده كان يتطلب اعتذار رسمي. طلع الراجل لا ده طلع قال الكلام اتفهم غلط. انا ما بحبش كلمه الكلام انا مش هينفع اقول كلام واطلع اقول الناس فهمت كلامي غلط. لا كلامك كان واضح، انت قاعد مع صاحبك قال لك ان امام عاشور هيتصاب الماتش ده، اكيد صاحبك ده معروف انتمائه، فتطلع بين تقول وانا في الراديو سمعت فقلت اكيد امام عاشور اللي اتصاب. لا انت بتاكد على كلام صاحبك وانت ماشي في نفس الطريق. امام اللي جاله ارتجاج في المخ وعايز يكتب تعهد على نفسه عشان يلعب في مباراه يتقال عليه الكلام ده، امر كان صعب جدا كابتن. يعني هو انا نفسي افهم صديق الاستاذ ايهاب الكومي تنبأ باصابه امام عاشور وما تنبأش بكل حاجه تخص الاداء الاداري المترهل والسيء لاتحاد الكوره؟ يعني اعتقد صديقه بتنبأ في اتجاه واحد بس. يعني انا عايز اقرا لكم رساله، متاسف مش عادتي ابدا ان انا اطلع الموبايل على الهواء، بس انا متاسف لانها الرساله جات لي من الصديق العزيز هاني ادريس، يا رب الاقيها. صديقنا باليونان. ده جميل، مراسلنا باليونان. هاني ادريس، اسف جدا والله يا جماعه ومش هعملها تاني، حقكم عليا. تعاقد منذ اسبوعين نادي بناثينايكوس اليوناني مع المدرب السابق روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق. حلو بكام؟ ما تحرقليش بقى الحمد. انا والله اتوقعها. هي جايه في كده. راتب روي فيتوريا مع منتخب مصر كان 220 الف يورو. تمام. اديني مقارنه بقى يا كابتن، انا عايز اسمع الرقم. انا متاكد انه مش هيعدي ال 70 في بناثينايكوس. لا. 35؟ لا لا لا، راتبه مع نادي بناثينايكوس 85 الف يورو. يعني واقف على 15 الف كابتن. لا يعني اللي انا قصدي انه لا. بجد لا، بجد لا، او الف لا، ده رايح يدرب نادي ياخد 85. صحيح كان جاي لنا من النصر السعودي بس كان مشي بقاله فتره طويله. لا كابتن مش بالارقام دي، عملنا المقارنه وقتها ما خدش الارقام دي، ما شافهاش غير هنا ولا في السعوديه ولا في اي حته. لا. وليه انا مش عارف يعني. الراجل مش مدرب منتخبات. عضو كمان، ان عضو كمان يتفرد بفكره وضع الشروط والتعاقدات، وانا اسف جدا ان اتورط في 4 سنين عقد. لا ده موضوع اسامه، ده هو بيحط نفسه كمدرب للمنتخبات، ده طبيعي هو اللي يبقى عنده مرونه وجزء من التضحيه ان انا بحط نفسي كمدرب للمنتخبات من بوابه منتخب مصر الاكبر في افريقيا. واحنا ممكن نفتح تاني الملف ده؟ أنا ممكن نفتحه الحلقة الجاية؟ نسيب الناس ماشيين يا كابتن. لا لا ما بتكلمش على الاتحاد والله، لا بتكلم على الأندية والتعاقدات واللعيبة وأي أندية، حتى لو النادي الأهلي أي نادي يعني. هو في الطبيعي الاتحاد بيضحك علينا في التعاقدات. لاعب يكون بياخد 3000 دولار في الشهر ويجي هنا ياخد 600 ألف في أنا بقول لك عشان